أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا خلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ خانته
واختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما لهم بذلك من علم وما حجتهم إلا أن قالوا قل الله يحييكم ثم يميتكم
صدق الله العظيم.